تعبنا ودرسنا دروس فاكتورايز وخدنا حاجات كتيره من اول الاتش سي اف كومن، بعد كده خدنا حاجه اسمها تريونيمال فري تيرمز وخدناها بالفري تايبز بتوعها بيرفكت والكوفيشن 1 والكوفيشن دازنت ايكوال 1، وكمان خدنا ديفرنس بتوين تو سكويرز وخدنا ديفرنس وصام بتوين تو كيوب وكمان الجروب. هنأجل الجروب ونيجي نشوف الدرس بتاع النهارده اسمه سولفينج. ايه الفرق؟ هيحط لك ايكوال زيرو. طب لو ما حطليش ايكوال زيرو يروح جاي يحط لي البتاعه دي هنا. فمن هنا ورايح لما اقول لك سولفينج تقول له انا عايز السايد دوت اللي هو الرايت سايد لازم يبقى زيرو، لما الاقي حاجه هنا اعمل لها اوبزيت سايد، لقيت نمبر انقله، لقيت اكس انقله. لازم عشان اعمل سولفينج لازم السايد ده يكون زيرو، ادي اول حاجه. طب انت راجل طيب، انت الحمد لله مدوني ايكوال زيرو. هنقول بقى الجديد في مصر ايه هو؟ هعتبرها مش موجوده واشتغل فاكتورايز عادي. يلا نرجع ونقول يا فاكتورايز، اول حاجه بنفكر في ايه؟ شكرا، بص بقى معايا بعينيك على طول، اكس اكس مفيش، يبقى مفيش اكس. هنا 7 هنا 6 مفيش بينهم كومن. في ثانية هتتعود انك تقول، يبقى عودتك بعد كده بتجهز 2 براكت. هنحط اكس واكس. ومش كده وبس يا مستر، أنا مش فضيلك، أنا هعمل المود. أدي A B C. برافو عليكي، أنا هجهز اكس. ملاحظ حاجة يا مستر؟ أه أنا رجعت أسيب سبيس. أه. احتمال بإذن الله. هنقول يلا هنا 1 سوري هنا هنا 6 6 وبعديها نيجاتيف 7. برافو عليكي، اوعى تنسى النيجاتيف. نيجاتيف 3. شكرا. اكس 1 ايكوال اكس 1 ايكوال 3 اوفر 2. ايه 3 اوفر 2؟ ها 2 تنسى جنب الاكس و 3. الله عليك، استنى بس خد المفاجاه. اكس 2 ها نيجاتيف 1 اوفر 3. 1 اوفر 3، بص بقى معايا دول انت هتكتبهم في الدرافت هتدخلهم هنا، فاحنا اتفقنا الدينومينيتور يروح لمين؟ للاكس. والراجل ده بوزيتيف هيبقى نيجاتيف. يلا للراجل ده الثري هتيجي مع الاكس. شكرا. وهنا ده نيجاتيف يبقى بص بقى المفاجاه، المفروض بعد كده بقسم كده واخد ايتش براكت كل براكت واقول ايكوال زيرو وتبقى ايكويجن فيرست ديجري. هاخد 3x بلس 1 ايكوال زيرو، يبقى خدت كل براكت ايكوال زيرو. ليه؟ عشان هعمل سولف ايكويجن. يلا باي باي اوبزيت سايد، تبقى 2x ايكوال 3. اكس معاها نمبر اعمل ديفايد، الاكس بقت كام؟ 3 اوفر 2. يا عم ما هي موجوده اهي. فاللي انا اقصده ان انت بتعمل دول بس في الاخر هتقول له السولوشن سيت وتاخد ال 3 على ال 2 وتاخد النيجاتيف ثيرد من غير ما اغير الساين. يعني اللي انا تعبت فيه هنا انا بكتبه هنا علشان الستبس، واخد كل براكت لوحده بزيرو بس في الاخر الفاليوز بتوع اكس هم السولوشن سيت. ادي المساله وده كل الدرس على بعضه مش هيخرج بره كده. ايوه يبقى هنا اوبزيت ساين يبقى ال 3x ايكوال نيجاتيف 1، هعمل الديفايد 3 تبقى الاكس نيجاتيف 1 على 3، يبقى الاكس اللي انت تعبت وجبتها دول هم السولوشن. ولازم اعمل ستيبس؟ اه لو انت بتتلخبط بس انت هتاخد درجتك على دي وربنا يعينكم توكلنا على الله. الراجل ده بيقول لي اعمل سولفنج فايند اس اس للمره الثانيه، لازم انا معايا تو سايدز، الراجل ده رايت الراجل ده ليفت، لازم ده يبقى زيرو. عشان ده يبقى زيرو انقل فتبقى الاكس باور 2. انت لما تنقلي تتغير الساين وايكوال زيرو. وبعدين هكمل اه تعالى بس هنا لازم ده يبقى ايه؟ يبقى انت تعملي اوبزيت ساين، يبقى دي 5x باور 2 وادي 12x وادي دخلت ايكوال زيرو. بعد كده بتقول لنفسك ايه؟ اعتبر مسالتي ما فيهاش زيرو.
ليه؟ عشان هعمل فاكتورايز. لازم تتعود تقول الكلام ده. الاول اخليها ايكوال زيرو، اي حاجه موجوده في السايد ده هنقلها اوبزيت سايد. بعد كده هعتبر نفسي مش شايف الزيرو واشتغل فاكتورايز. بصي لي هنا. يا حبيبي اول ما تقول لنفسك فاكتورايز علمتك تقول ايه؟ شكرا. اسال على الكومن يا حبيبي، لو انت نسيت الراجل ده هو هينساك. هنا اكس وهنا اكس، اخد اكس اعمل واحد براكت بس، اكس باور 2 خدت اكس تتبقى اكس ماينس 1. في مشكله؟ متاكد؟ طيب يا مستر انا نسيت انتي باور 2 ماينس اكس. تفتكر لو انا رحت على المود ودهست اي بي سي، يا ايه انتي بكام؟ شكرا. يا بي انتي بكام؟ يا بي انتي بكام؟ انا بتاعت الاكس والاكس نيجاتيف 1. يا سي انتي بكام؟ انا بتاعت النمبر مفيش، يبقى زيرو. اكس الاي هي الكوفيشن بتاع اكس باور 2، البي الكوفيشن بتاع الاكس، السي هي النمبر مفيش. دول كده لما بتقول دبل ايكوال طلعت لك اكس 1 بكام؟ 1. ومشينا اكس 2 طلعت لي بكام؟ 0. يبقى السولوشن ست 1 و 0. انت اهو سوري ده كيرلي. انا ده انا خلاص عرفته. انت هنا الجديد بتاعك ان انت تقسم، اخد ده لوحده ايكوال زيرو، واخد اللي جوه هنا ايكوال زيرو. دي خلصانه عشان مفيش اوبزيت ومفيش ديفايد. هنا هعمل اوبزيت تبقى اكس ب 1. الله، زيرو 1 هو ده اللي انا جبته. بس ده الجديد انك بتزود ستيبس solving equation. يا بابا والله شغال يا بابا عشان ننجز اللي شغلتي. شكرا، ربنا يهديك. انا لقيت براكت، يبقى انت لازم تعمل اكسباند. مش فاهم، اعمل ديستريبيوت، هات من الاخر نفكهم. يبقى اكس تدخل هنا وتدخل هنا، هو ده من الاخر. يبقى هنا اكس باور 2 اكس تايم اكس ماينس اكس تايم 3 3 اكس. انت قلت لي عاوز سولوشن ست، ما ينفعش السايد ده يبقى فيه اي حاجه. تعالى يا عم بالمره ارميه جوه عشان يبقى هنا ايكوال زيرو. نقول تاني، لقينا براكت بعمل اكس بند، دخلت وعملت تايمز بالمره، لازم السايد ده يبقى ايكوال زيرو. رحت واخد 5 اكس ودخلتها. في مشكلة؟ بعينيا لقيت حاجة غريبة، ده اكس وده اكس لايك تيرم، يبقى دي اكس باور 2، دول لايك تيرم، نيجاتيف 3 نيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 8 اكس. كل ده ايكوال زيرو. عندك حاجة بعد كده بتعملها، قلنا ايه؟ ها؟ الناس اللي نامت. ها؟ A و B و C. لو انت ما عرفتش الفاليو بتاع A و B و C الآلة مش بتشتغل لوحدها، انت اللي بتقول لها ال A بكام؟ شكرا. ال B بكام؟ عشان هي بتاعت ال X. ال C بكام؟ مفيش نمبر تبقى زيرو. دبل ايكوال ادي بص اهو سولوشن ست ايكوال عشان الناس اللي تعبت. اكس 1 طلعت لك بكام؟ ايه؟ 8. شكرا. وبعد كده اكس 2 طلعت لك بكام؟ زيرو. زيرو و0. طب انت عملت دول؟ اخر حاجه بقى قلت لك اعتبر الزيرو مش موجوده واشتغل مسالتك فاكتورايز. اعتبر الزيرو مش موجوده وتقول انا بعمل فاكتورايز. هنا اكس وهنا اكس، ناخد اكس تتبقى اكس ماينس 8. باخد دي لوحدها ايكوال زيرو، ادي الحل بتاع الزيرو.
واخد x minus 8 equal 0 equation first degree بتاعت زمان انقل تبقى x equal 8. هم دول انت وصلت لمرحلة ان انت خلاص تعب يا سيدي ولا يهمك، سهلتها لك اهو بتجيب التو سولوشن، سهلتها لك هتكتبهم في السولوشن سيت شوية بشوية. حاول بقى انك تقول اعتبر مفيش زيرو واعمل فاكتورايز بنفس الطريقة. أول ما نلاقي برانثيز لازم أدخل الفايف هنا وهنا، تدخل تعمل تايمز بالمرة يا عمو، أنا مش عايزك، عايزك زيرو، هعمل له أوبزيت ساين. إيه بقى اللي أنا لاحظته؟ عندي اتنين نمر نروح مدخلينهم مع بعض في الخلاط، فتبقى الفايف إكس بار 2 ودول هيدوني نيجاتيف 45 ايكوال 0. هنعمل ايه؟ شكرا. خلي بالك واديني باكد لك تاني، لو انت ما عرفتش الفاليو بتاع A وB وC الاله مش هتعمل لك حاجه. الA بتاعت مين؟ شكرا، يبقى دي 5. كرر معايا، الB بتاعت مين؟ البي بتاعت مين؟ بتاعت الاكس اللي هي زيرو. الله ينور عليكي. كمان مره، البي بتاعت الاكس ما عنديش اكس تبقى زيرو، وده النمبر يبقى ده النيجاتيف 45. اكس 1 ايكوال 3. شكرا. اكس 1 تديني 3 واكس 2 هتديني نيجاتيف 3. انت كده خلاص هتروح تكتب له الاس اس. طب افرض بقى عايز ربنا يكرمك وما تقلقش وتساعد نفسك، هنعتبر ما عندناش ايه؟ زيرو. يبقى هنبص لدول ونعمل ايه؟ فاكتورايز. شكرا. اول حاجه في الفاكتورايز ايه؟ كومن فاكتور. كومن هنا 5 وهنا 45 يبقى ده ياخد 5. تعالى يلا ادي براكت، فتبقى اكس 2 ماينس 9. الله، الراجل ده حبيبك. 2 تر ومينس اكس واكس 3 و 3، واحد بوزيتيف والتاني خلصت يا عم. ده انت بس اللي مش عاوز تفكر. اكس واكس 3 و 3 بوزيتيف نيجاتيف، ادي ده الفاكتورايز. مش مصدقين؟ شكرا. والسولوشن سيت ادي الكيرلي، واحد 3 والتاني نيجاتيف 3. انت بس محتاج تحاول تحل، حاول بسطها على نفسك عشان تعرف. الفايف ما بلعبش معاها، هنا دي اوبزيت ساين ودي اوبزيت ساين، يبقى ادي نيجاتيف وادي بوزيتيف. ادي درس اسمه سولفينج فايند سولوشن سيت. بشتغله ازاي؟ اقول لنفسي لازم السايد دوت يبقى زيرو. شكرا. لقيت حاجه انقلها. اصعب فكره ممكن تقابلك انك تعمل اكس باند وانك تجمع لايك تاب، غير كده بتجيلك مساله جميله. اكسب فين عشان اقول اكسبت مين؟